السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تكونوا الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. ما تنسوش إخواني تشاركوا في القناة إذا ما حسيتوا على أننا كنقوموا بمجهود كبير باش نوصلوا المعلومة، وكنقوموا بمجهود كبير باش أننا نقدموا لكم محتوى كيليق بكم. بشعار عاش المغرب لا عاش من خنع ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين، نمر إلى أبرز العناوين. بسبب الصحراء المغربية، الجزائر تجدد تهديداتها لإسبانيا بإمكانية قطع إمداد الغاز. فرنسا تتهم خفر السواحل الجزائرية بقتل مهاجرين غير شرعيين بالرصاص في عرض البحر. وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور المملكة المغربية لهذا السبب، فهل سيفتتح قنصلية بالصحراء المغربية مستقبلا؟ علامة استفهام. السعودية تهدد الجزائر بسبب المملكة المغربية والتفاصيل جد رائعة. وسارة سرية سعودية تحت من خلالها الجزائر على المصالحة مع المملكة المغربية تحسبا للقمة العربية. مباحثات بين المملكة المغربية والهند حول سبل تعميق تعاونهما الاقتصادي. بسبب البوليزاريو، تقرير أمني استخباراتي أمريكي يصيب تكنة بن عكنون بالبكاء ويسكت قلب شنقريحة، والتفاصيل مثيرة جدا. حافظ الدراجية تهم الاتحاد الجزائري بالتقصير والرداء. رئيس مليلية يضرب اجتماعات الرباط ويتمادى ويتهم المملكة المغربية بالكذب. المغرب يخترق معقل لساندالستان، هدف دبلوماسي آخر. المبعوث الخاص لرئيس أنغولا جاء في زيارة إلى المغرب. ضربة قاضية لكبرنة الجزائر من قلب بلجيكا. صحافة تبون وشنقريحة تتهم الدولية المغربية أشرف حكيمي بهذا الاتهام. الجيش المغربي يتصدى لمئات الهجمات استهدفت المملكة المغربية والمغاربة. الجيش المغربي يجتاح المنطقة العازلة بالصحراء، وصندلستان ترتعب وتلعب آخر أوراقها. مخيمات تندوف على صفيح ساخن، صراعات قبلية ومواجهات عنيفة وانفلات أمني خطير وإطلاق الرصاص ومجرمون وضحايا. موريتانيا تتحرش بسيادة المملكة المغربية في الصحراء، بين قوسين تحاول احتلال الجويرة. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. جددت الجزائر تهديداتها لإسبانيا بقطع إمداد الغاز عنها في حالة أخلت بالعقود المبرمة بين البلدين بشأن توريد الغاز الجزائري أو إعادة توجيهه إلى أي بلد آخر، في إشارة إلى المملكة المغربية. في خضم الأزمة الدبلوماسية العاصفة بين الجزائر ومدريد، طرأت منذ إعلان الأخير تغيير موقفها بشأن النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وأكد السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية أن الجزائر لن تتردد في قطع إمداد الغاز الطبيعي عن إسبانيا، إذ لم تحترم الأخير الاتفاقيات بينهما. وأضاف إن قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دولة ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمداد إلى مدريد. هذا وأوضح الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر أصدرت بيانا رسميا ذكرت فيه أنها إذ قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دولة أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترام العقود. وتورد الجزائر إلى إسبانيا عبر خط بحري يربط صافا الجزائرية بألميريا الإسبانية ما بين 8.5 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز. وأعلن مدير شركة سوناطراق توفيق حجار قبل أسبوعين إمكانية مراجعة حصرية الغاز المباع إلى إسبانيا على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها الحكومة الجزائرية تحذيرات لمدريد بشأن الإخلال بأي من الالتزامات التعاقدية حول الغاز الجزائرية، إذ هددت وزارة الطاقة الجزائرية في 27 أبريل الماضية إسبانيا بفسخ عقود الغاز في حال إعادة تصدير الغاز الجزائري باتجاه عكسي إلى المملكة المغربية عبر الأنبوب البرية الذي تم تعليق ضخ الغاز فيه منذ نهاية أكتوبر الأول الماضية. وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب قد تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا بيريرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القادم بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربية الأوروبية. ونقلت صحيفة إسبانية أول أمس الجمعة أن الحكومة الإسبانية طلبت من نظيرتها المغربية إرسال فواتير شرائها الغاز من الأسواق العالمية لتقوم بإرسالها بدورها إلى الحكومة الجزائرية وإقناعها بأن الغاز الذي تقوم إسبانيا بضخه بشكل عكسي إلى المغرب عبر الأنبوب البرية الذي كان يربط الجزائر بإسبانيا ليس من الحصيلة التي تشتريها إسبانيا من الغاز الجزائرية. وجهت اتهامات خطيرة جدا لقوات خفر السواحل الجزائرية الخاضعة لقوات البحرية الجزائرية، وجاءت الاتهامات هذه المرة من موقع ميديا باريتا الفرنسية المرموقة والمتخصص في التحقيق والصحافة الاستقصائية الذي نشر الأربعاء الماضية مقطع فيديو مصور يظهر العنف المفرط الذي يستخدمه خفر السواحل الجزائرية في مطاردة المهاجرين الغير شرعيين الذين يغادرون الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية للوصول إلى سواحل جنوب إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا. وجمعت ميديا باريتا شهادات من عدة مصادر عينية تؤكد أن المهربين تم إطلاق النار عليهم بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى مدى شهرين الماضيين قتلت خفر السواحل الجزائرية 3 أو 4 أشخاص بين كارليس وماجيرو وكابكون وعين الترك، وأطلقوا النار عليهم وقتلوهم بنفس الطريقة التي يوثقها الفيديو مباشرة أمام الناس. أفادت مصادر صحفية أمس السبت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيبدأ غدا الاثنين زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، يلتقي خلالها نظيرها المغربي ناصر بوريطة. وكشفت مصادر دبلوماسية حسب ما أورده موقع العربية الجديدة الذي أورد الخبر أن اللقاء بين ناصر بوريطة وسامح شكري سيكون مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة المغربية والجمهورية المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة والساحل الإفريقي والعربية. تأتي الزيارة بعد نحو 5 أشهر من المباحثات الهاتفية التي جمعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره المغربي سامح شكري غدا الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وزير الخارجية الجزائرية رمطان حميمير. مصادر غير مؤكدة قالت أن ملف الصحراء المغربية سيكون من بين الملفات التي تتناقش بين ناصر بوريطة ونظيره المصرية، فلا يستبعد افتتاح قنصلية مصرية بالصحراء المغربية. يبقى هذا مجرد تساؤل. أفاد دبلوماسي سعودي كبير أن نجاح القمة العربية المقبلة في الجزائر العاصمة مرتبط بعودة العلاقات المغربية الجزائرية إلى طبيعتها والكف عن الهجمة الجزائرية الغير ضرورية على المملكة المغربية. وصدر المسؤول السعودي الكبير في تصريح لموقع ماغرب انتليجنس إنه إذ لم يحدث ذلك فإن مستوى تمثيل العديد من الدول العربية ولا سيما دول الخليج سيكون ضعيفا باعتبار المملكة المغربية دولة مهمة ومحورية في جامعة الدول العربية على المستوى الدبلوماسي. يشار في ذات السياق إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيدة كان قد صرح شهر مارس الماضي أن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على عقد القمة العربية على مستوى الرؤساء شهر نوفمبر المقبل بالجزائر. تشن الدبلوماسية السعودية هجوما دبلوماسيا جديدا في الجزائر لإقناع القادة الجزائريين بقبول عرض الوسط الذي قدمته مع المغرب.
ومع اقتراب موعد احتضان الجزائر للقمة العربية، جددت المملكة العربية السعودية مساعيها هذه الأيام لإقناع الجزائر بضرورة المصالحة مع المغرب ووضع حد لهذا العداء الدائم تجاه جارهم الغربية. واقترحت المملكة العربية السعودية الوسطى ببدء جولة من المفاوضات لبدء عملية حقيقية للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد قطع العلاقات بينهما منذ نهاية غش 2021. ويرى مراقبون أن مستوى تمثيل العديد من الدول في القمة المقبلة ولا سيما من دول الخليج يواجه خطر الانحدار تاريخيا، إذ حافظت الجزائر على علاقات متوترة مع المغرب وهو بلد يعتبر محوريا في جامعة الدول العربية كما سبق وأن أشرنا قبل قليل. وجاءت إعادة إطلاق عرض الوسط السعودي قبل أكثر من أسبوعين عندما أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رغبته في الاقتراب أكثر من الرياض من خلال تنظيم زيارة دولية إلى الرياض يلتقي خلالها بلقاء كبار الشخصيات في العربية السعودية. هذه الزيارة التي تم الإعلان عنها لم يتحدد موعدها بشكل رسمي رئيسي بسبب تعنت الجزائر على فرض أي نقاش حول صراعها مع المغرب. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن وساطة عربية جديدة بين الجزائر والمملكة المغربية تجري في سرية، وأفاد موقع إما اللبناني أن السعودية تقود وساطة سرية بين الرباط والجزائر لمحاولة إنهاء الأزمة بينهما. وأكدت ذات المصادر أن الرهان قائم على المبادرة السعودية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر. المصدر ذاته أكد أن المبادرة تمشي في طريقها الصحيح، وتمر العلاقات المغربية الجزائرية بمرحلة قطيعة كما هو معلومة. وكانت الجزائر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غش من سنة 2021 على خلفية اتهام الجزائر للرباط بالقيام بأعمال عدائية بين قوسين، كما منعت الجزائر الطائرات العسكرية والمدنية المغربية من استخدام مجالها الجوية. كذلك اتهمت الجزائر المملكة المغربية بدعم جماعات تقف وراء حرائق هائلة شهدتها عدة ولايات جزائرية خلال فترة الصيف. استقبل رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بمقر الوزارة بالرباط سفير جمهورية الهند بالمملكة المغربية الشريفة من أجل إجراء مباحثات. وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإجراء مباحثات مع سفير جمهورية الهند بالمغرب السيد راجين شيفناو حول سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية الهند. من المعلوم أن نصائح وزارة الخارجية الأمريكية مبنية على معطيات واقعية ومؤشرات محددة وتجارب سابقة والعديد من الكفاءات الاستخباراتية الدقيقة، منها من نصحت الخارجية الأمريكية بعدم السفر إلى ليبيا ومالي وجاء ذلك باللون الأحمر، إذ اعتبرت أن الأمن منعدم في هاتين الدولتين نظرا لما تعرفه من صراعات سياسية، ولكن أيضا بسبب انتشار السلاح بين عدد كبير من الأطراف المشكلة للنزاع. ولكن في نفس الوقت طلبت مواطنيها بتجنب السفر إلى الجزائر، أي أنها منطقة غير آمنة، وهذا يحيلنا على التفكير بثلاث مستويات: عدم توفر الأمن بشكل مطلوب، أي أن الجزائر كدولة شاسعة جغرافيا لا تمتلك القدرة الأمنية على حماية كل التراب الوطنية والتي لا ينصح بالسفر إليها، علما أنها زرعت كيانا وهميا ساهم في عدم توفر الأمن بالمنطقة اسمه البوليزاريو، والذي أصبح ذكره مرتبط بقطاع الطرق والتهريب وكل أنواع المافيا الإفريقية، ما جعل منطقة متخيمة لحدود دول متعددة لا تعرف استقرارا طبيعيا، بحيث تتطلب يقظة من كل دول الجوار، وهو إرهاب مالي وعسكري واقتصادي صنعته قيادة الجيش الجزائري وفرضوه على سياسيها دون إرادتهم وأنفقوا عليه أموال الشعب الجزائري، مشروع فاشل سيء. 2- وجود حدود غير مراقبة بشكل مطلوب، مما يسمح بتحرك كثير من الجماعات المسلحة المتطرفة والتي تعتمد الإرهاب عقيدة، مما يجعل فكرة الاختطاف وطلب الفدية كما حصل سابقا مع الكثير من الجنسيات الأوروبية عملية رائجة. وبالتالي جاء التحذير الأمريكي الذي يبني على الواقع والتراكم للأحداث. 3- عدم وجود أمن داخلي بشكل مطمئن، ما يجعل نوعا من السيبة والتسيف في تقديم الخدمات حاضرا بقوة، والابتزاز
الابتزاز والنصب والاحتيال، في حين تضعف قبضة المراقبة والأمن. التتبع يصبح كل شر ممكنا. لا شك أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية سيزعج الجيران، ليس فقط بسبب أنه تمت نصيحة المواطن الأمريكي بتجنب السفر إلى الجزائر، ولكن أيضا بسبب أن المغرب صنف من الدول الأمنة، وهي شهادة لها تأثير كبير وبالغ الأهمية من ثلاث جهات. إذ لا تقرأ هذه الرسالة ببعد واحد، وإنما بطريقة متكاملة، حيث لا يفصل الأمن عن السياسة والاقتصاد. ما يزال الاتحاد الجزائري يتلاعب بالمشاعر من خلال نشره لجزء بسيط من خطاب الفيفا عوض مصارحته بكل المضمون الذي كان متوقعا، لأن ملف الشكوى لم يكن يحتوي على أدلة للأسف. لا يجب أن نتوقف عن محاربة الظلم والفساد في كرة القدم على مستوى الكاف والفيفا، ومحاربة التقصير والرداءة عندما فاجأ المعلق الجزائري بمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية متتبعي والاتحاد الجزائري بتدوينة غير مسبوقة يتهم فيها المسؤولين عن كرة القدم بالجزائر بالتلاعب بمشاعر والتقصير والرداءة. وجاء في تدوينة دراج على تويتر: ما يزال الاتحاد الجزائري يتلاعب بالمشاعر من خلال نشره لجزء بسيط من خطاب الفيفا عوض مصارحتهم بكل المضمون الذي كان متوقعا، لأن ملف الشكوى لم يكن يحتوي على أدلة للأسف. لا يجب أن نتوقف عند محاربة الظلم والفساد في كرة القدم على مستوى الكاف والفيفا ومحاربة التقصير والرداء عندنا. وكان المعلق الرياضي الشهير يتابع موضوع احتجاج الجزائر على التحكيم الإفريقي الذي أقصى بلاده من الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وكتب في رأي سابق أنه بغض النظر عن مصير شكوى الاتحاد الجزائري وقرار الفيفا المرتقب، يجب علينا أن نقف تحية تقدير واحترام لكل الجزائريين الذين احتجوا بطريقة حضارية أمام مقر الفيفا ضد الحكم قاسم والمتورطين معه، ويقصد المملكة المغربية. ويجب أن تكون جزائرية حتى تؤمن بعدالة قضيتك وتصر على حقك حتى لو كان الأمل في استدراره ضعيف. قال رئيس حكومة تغرملية المحتل إدواردو دي كاسترو: إن على المغرب شرح ما هو حجر العثرة الذي لم يتم فتح معابر سبتة وملية من أجله، معتبرا أن الكرة الآن في ملعب المملكة المغربية. وردا على سؤال من الصحفيين، اتهم دي كاسترو المنتمي لحزب المواطنين المعارض الحكومة المغربية بالكذب، قائلا إن الرباط انتقلت من قولها في أبريل إنها مستعدة لإعادة فتح حدودها البرية إلى تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو، إما إنها كذبت من قبل أو أنها تكذب الآن. وأضاف دي كاسترو: لقد تحولوا من القول في بداية أبريل الماضية أن كل شيء جاهز وأن إن لم يتم فتح المعابر فهذا خطأ إسبانية، لكن من الواضح أنهم إما كانوا يكذبون من قبل أو يكذبون الآن. وتابع: عندما يمر هذا الشهر دعونا نرى ما يقوله المغرب. وزاد قائلا: كلنا نريد فتح الحدود، ولكن أن يتم فتحها بشروط وليس بأي شكل من الأشكال. لقد قلت ذلك في مناسبات عديدة ووزراء قالوا نفس الشيء تماما. واعتبر رئيس حكومة مليليا السليبة إن هناك موقف لا ينبغي تكراره، مشيرا إلى ما سماها قرار أحادي الجانب من المملكة المغربية، مضيفا بأنه إذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن اجتماعات كثيرة لا تسوي شيئا حسب تعبيره. واختتم كلامه بالقول: إن السلطات في مليليا بين قوسين، يجب أن تحترم الاجتماعات والخطوات الدبلوماسية حتى لا يحدث ما اعتدنا على حدوثه، أن يتم إبرام الاتفاقيات التي لا تحقق فيما بعد والبعض الآخر ليتم الوفاء بها. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أول أمس بالرباط السفير المتنقل برناندو ديمبيلي مبالا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أنغولا. زيارة المسؤول الأنغولي البارز إلى المملكة المغربية تأتي في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات البلدين منذ إعلانها استئناف علاقاتهم الدبلوماسية بعد قطيعة امتدت لعقود بسبب دعم أنغولا لجبهة ساندالستان.
وكان وزير خارجية البلدين ناصر بوريطة ومانويل دومينيكو قد أعلن سنة 2018 على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول الأنغولي للمملكة المغربية على رأس وفد حكومي هام عن العودة الرسمية للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأنغولا بعد قطيعة دامت ربع قرن بسبب موقف هذه الأخيرة من نزاع الصحراء ودعمها لجبهات صندلستان. ومثلت عودة العلاقات المغربية الأنغولية حينها جزءا من الاختراق الدبلوماسي الهام التي حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك في صفوف جبهة الدول الحليفة التاريخية للجزائر، خاصة في جنوب وشرق القارة الإفريقية، والتي لطالما كانت تعتبر أحد القلاع الداعمة لجبهة صندلستان. ضربة قاضية تلك التي تلقاها كبرنة الجزائر من قلب بلجيكا، حيث اتخذ تلة من الشخصيات البلجيكية البارزة من مختلف المشارب ببروكسل عاصمة أوروبا مبادرة إطلاق منصة لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. جرى تقديم اللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي في جهة الصحراء للصحافة البلجيكية الأوروبية والدولية بنادي الصحافة ببروكسل أوروبا، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات السياسية البرلمانية، الخبراء والأكاديميين، الفاعلين الاقتصاديين وكذا السياسيين، الفعاليات الجمعوية المنتمية للجالية المغربية والدبلوماسيين. وبحسب أصحاب المبادرة فإن هذه الأخيرة ترم دعم المسلسل الأممي الرامي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع حول الصحراء في منطقة استراتيجية بالنسبة لبلجيكا وكذا أوروبا، مع الطموح المتمثل في حمل رسالة السلامة. تفاعل الإعلام الجزائري مع ردود فعل النجم المغربي أشرف حكيمي في ظهوره بمسابقة لباريس سان جيرمان الفرنسية مع زميله كليان بامبي تهم احتفال الأمة الإسلامية بعيد الفطر. وخصص موقع النهيق أقصد النهار الجزائرية مقالا حول ردود فعل حكيمي، وخاصة عند تلميحه لإحدى الحلويات الجزائرية، إذ ظهر في الفيديو مبامبي يتذوق حلويات مجموعة من الدول العربية على أن يحدد لها حكيمي مصدرها. وعند وصوله الحلوى الجزائرية قال حكيمي لمبابي أصولها من بلد لم يشارك في كأس العالم إما الجزائر مصر أو الهند. واعتبر المصدر تصريح حكيمي استفزازي للجزائريين على هامش إقصاء منتخبهم الوطني وعدم تمكنه من التأهل لمونديال قطر 2022. تصدت المصالح المختصة داخل إدارة الدفاع الوطني ل 577 هجوما سيبرانيا حول استهداف المغرب خلال سنة 2021. وبحسب ما أفاد به عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنية جوابا على سؤال للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، فقد جرى التعامل مع هذه الهجمات من طرف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية. وأوضح ذات المسؤول أن المركز المذكور قام برفع مستوى التوعية من خلال إصدار العديد من المذكرات الإخبارية بلغ عددها 621 نشرة ومذكرة أمنية من بينها 188 نشرة ذات طبيعة حرجة خلال سنة 2021. وأشار المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يعمل على تعزيز عملية رصد الثغرات التي من شأنها أن تشل الأنظمة أو البنيات التحتية الحساسة، بالإضافة إلى تصدي للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح وكل اعتراض يلحق الاتصالات أو تغييرها. وأضاف أنه تم إجراء 54 تقييما للويب سنة 2021 في سياق عمل مركز اليقظة على اكتشاف الثغرات التقنية في الوقت المناسب عن طريق المسح الشامل ومعالجتها بشكل فاعل، وذلك لمنع إمكانية استغلال هذه الثغرات أثناء الهجمات السيبرانية على الأنظمة الحساسة ومكوناتها التقنية وجميع الخدمات المقدمة خارجا عن طريق الإنترنت، وخاصة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية والبريد الإلكترونية والأجهزة المستعملة في الدخول والعمل عن بعد.
حذرت جبهة صندلستان الانفصالية من دخول مروحية حربية تابعة لسلاح الجو التابع للجيش المغربي الباسل إلى المنطقة العازلة. ونشرت إحدى الصفحات التابعة لجبهة صندلستان تغريدة جديدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول دخول مروحية عسكرية مغربية إلى المنطقة العازلة، قائلين بالعنوان العريض: لأول مرة مروحية عسكرية مغربية تحلق فوق الأراضي، ما أسمتها المحررة التي تسيطر عليها جبهة صندلستان بين قوسين. ويبقى السؤال المطروح بقوة: لماذا بدأت الصفحات التابعة لجبهة صندلستان تتناقل مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت بالذات، بالرغم من أن الطائرات المغربية تحلق بالمنطقة العازلة باستمرار والأكيد ولسنوات أن صندلستان والجزائر يهمون المحتجزين بمخيمات الدل والغبرة والعجاجة، ناهيك عن المرتزقة والمستقطبين من دول جنوب الصحراء للتوالد والتكاثر. هناك كانت تهم جبهة صندلستان بأن المناطق العازلة هي مناطق محررة بين قوسين وخاضعة لسيطرة جبهة صندلستان، لكنهم اليوم بعد الخسائر الكارثية وفقدانهم لعدد كبير من المقاتلين والقياديين والاندثار التام أمام قوات الجيش المغربي الباسلة، بدأوا يحاولون التمهيد لفكرة جديدة، وهي فكرة سيطرة المغرب على هذا الجزء من الصحراء، كون أن المغرب إذا أزال ما يسمى بالمنطقة العازلة وسيطر عليها سيثور عليه سكان مخيمات تندوف، بحيث أن دخول القوات المسلحة الملكية المغربية الباسلة للمنطقة وإلغاء الجدار الدفاعي بشكل نهائي يعني فقدانهم لآخر الأمال، ما سيشعل سكان المخيمات ضدهم وبالتالي يعني نهايتهم بشكل نهائي. تعيش مخيمات الدل والغبرة والعجاج على التراب الجزائري بين قوسين، على وقع انفلات أمني خطير وفقدان للسيطرة من طرف قيادات جبهة صندلستان الانفصالية التي فشلت في توفير الأمن والعدالة داخل مخيمات المحتجزين الصحراويين بين قوسين. وكشف عدد من المدونين وانشطاء التواصل الاجتماعي أن مخيمات الدل والغبر والعجاج شهدت الخميس الماضي 5 مايو الجارية أحداث عنيفة وسط تكتم من قيادات جبهة صندلستان. وشهدت المخيمات تبادل لإطلاق النار بين عناصر من جبهة صندلستان وجماعات أخرى، ما تسبب في حريق مجموعة من السيارات الرباعية الدفع التابعة للجبهة الانفصالية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف نشطاء الجبهة الانفصالية أن الواقع المر لمخيمات تندوف أصبح تحت وطأة ميليشيات جبهة صندلستان التي تستعمل كل أساليب الترهيب والتخويف إلى حد قياسي لم يعد مقبولا به بعد فشلهم في حربهم الوهمية التي لا يعترف بها العالم أمام المملكة المغربية. وأضاف النشطاء من داخل مخيمات الدل والغبرة والعجاج بتندوف أن معدلات الإجرام والاختطاف ارتفعت مؤخرا وسط مخاوف من تواطؤ عناصر جبهة صندلستان مع المجرمين، مؤكدين بأن قيادات جبهة صندلستان لم تعد قادرة على ضبط الأمن واعتقال الجنة. قام نشطاء بتحذير بعض الأصوات الموريطانية التي تتحرش بسيادة المملكة المغربية وتخدم أجندة النظام العسكري الديكتاتوري الحاقد على المملكة، مشيرين في ذات السياق أنه على موريطانيا عدم الانسياق في خطة الكبرانات التي تهدف من خلالها إلى زعزعة أمن وسلامة الأراضي المغربية. وحذر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة قيام بعض الموريطانيين المواليين لجبهة صندلستان والمرتزقين من الأموال الجزائرية بالوقوف وجه القوات المسلحة الملكية المغربية في أراضي الجويرة المغربية، مشيرين أن خيار الحرب ليس في صالح موريطانيا وأن فارق الموازين القوى كبير ولا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة قوات الجيش المغربي عسكريا، وبالخصوص فيما يخص ملف مدينة الجويرة التي تعتبر أرضا مغربية ولا جمل ولا ناقة لموريطانيا فيها. وفيما يبدو أن هناك أصوات معادية للمملكة المغربية داخل الساحة السياسية الموريطانية لها يد مع النظام العسكري الديكتاتوري العجوز القائم بالجزائر، تحاول دائما خلق أزمات بين موريطانيا والمملكة المغربية من خلال ملف الجويرة، خاصة بعد فشل الجزائر وصنيعتها صندلستان في مواجهة الجيش المغربي بالصحراء وتلقيهم لهزائم متتالية سواء على المستوى العسكري في المنطقة العازلة أو حتى على مستوى الدبلوماسية.
إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء أو غد إن شاء الله.